هل يجوز أن يكون غطاء الرأس الذي تلفه المرأة على رأسها أثناء الصلاة مغطيا لجبينها عند السجود بحيث لا يلامس الأرض مباشرة؟ وإن كان غير جائز فما العمل عند تغطية الوجه لوجود الرجال؟ الأفضل أن تباشر جبهة مكان السجود، وإذا دعت الحاجة إلى تغطية الوجه لوجود الرجال قريبا من المرأة فلا حرج، مع أنه يمكنها أن تفسر عن وجهها إذا قاربت الأرض، لكن قد يكون في هذا مشقة وربما تنسى. والحاصل أنه إذا كان تغطية الجبهة لحاجة فلا بأس بذلك، وإن لم يكن لحاجة فلا، بل تجعل الخمار يدور على وجهها ويبقى الوجه مكشوفا.